علي صيام شهرين متتابعين، يعني صيام كفارة. وإذا صمت الشهر ونقص الشهر في الحساب يوم، فهل علي إكمال 60 يوم أم لا؟ أم أصوم شهرين حسب ما يأتي حسابها؟ أفيدوني بارك الله فيكم. إذا كنت بدأت الصيام من الهلال فإنك تصوم شهرين بالأهلة، سواء كانت تامة أو ناقصة. أما إذا بدأت الصيام في أثناء الشهر فإنه يجب عليك صيام 60 يوما، لأنك تصوم شهرين بالعدد 60 يوما. ففي فرق إذن بين الصيام بالهلال والصيام بالعدد. إذا بدأت الصيام من الهلال فليس عليك إلا ما بين الهلالين، تصوم شهرين بالأهلة سواء كانت تامة أو ناقصة. أما إذا بدأت الصيام في أثناء الشهر إنك حينئذ تكون بدأت بالعدد، فتصوم 30 يوما وثلاثين يوما، شهرين متتابعين بالعدد، المجموع 60 يوما. شكر الله لكم.